بسم الله يا ابو الروح القدس الان واحد امين. هناخد النهارده في كورس اللغه اليونانيه الفعل البسيط، وهو الفعل اللي بينتهي باوميجا. اول كلمه معانا، اول فعل، كابا رو يوتا ني اوميجا او الاوميجا. كرينو، كرينو معناها احكم. يعني الأوميجا دي معناها كده اللي أنا اللي بعمل الفعل. بعد كده لامدا ألفا مي بيتا ألفا ني أوميجا. في النص هنا اسمها بيتا مش فيتا، هنا في الإبت اسمها فيتا. لام بانو، لام بانو يعني آخذ أو أقبل. بعد كده ليجو أقول، ليو أحل أو أنقد. مينو أبكي، بيمبو أرسل، سوزو أنجي، فيرو أحمل أو أحضر، آجو أقود، بابتيزو أعمد، بليبو أرى، جينوسكو أعرف، غرافو أكتب، ديداسكو أعلم، إيكو يعني ليا يعني أمتلك يعني. إيجيرو أقيم أو أرفع. هناخد بقى تصريف الفعل نفسه. تصريف الفعل احنا قلنا مع أنا بياخد النهاية أوميجا، يبقى اي فعل مع انا بياخد ايه؟ اوميجا. احنا هنطبق مثلا على غراف، يبقى را صح كده ولا لا؟ لا، ناخد بن را، يبقى رو را فو را فو، يعني انا اكتب. طب انا عايز اقول انت تكتب، اقولها ازاي؟ الجدر هو هو، را بعد كده في بعد كده ايس، رافيس رافيس، يبقى أنت تكتب وأنت تكتبين. ماشي، نكمل بقى. طب أنا عايز أخد الضمير الغائب، غرا احنا قلنا الجد غراف، يبقى غراف في. خدنا بالنا ان الغائب مفهوش حرف السيجما اللي فوق، هو يكتب او هي تكتب. كلام جميل، ناخد بالنا من هي غرافو انا، غرافيس انت او انتي، غرافي هو او هي. كلام جميل. طب نحن بقى، عايز اقول نحن نكتب، غرا فو من، يبقى هنا زاد 3 حروف ولا 4؟ لا 4، يبقى في غرافو انا زاد حرف، هنا زاد عن الجدر 3 في انت وانتي، هو وهي زاد حرفين. نحن نكتب زاد ايه؟ زاد معانا 4 حروف، أومان، غرافو، غرافيس، غرافي، غرافومان. طب أنتم و أنتون، غرافيتي، غرافيتي، إبسلون، تاو أو تاف وإبسلون.
معناها ايه كده؟ انتم تكتبون او انتن تكتبن كده. عربي صح ويوناني صح. طب عايزين نكمل، هنكمل فاضل ايه؟ ضمير واحد بس. يبقى كده احنا 1 2 3 4 5، فاضل السادس. السادس اللي هو هم او هن، اللي هو الغائب الجمع. را فو سين، نكتبها هنا بلون تاني عشان نبقى مركزين فيها. ليه بقى مركزين فيها؟ هقول لكم. را فو سين دي هنا ممكن تبقى 5 حروف زايدة، وميكرون يبسلون سيجما يوتا ني. ليه بقى؟ الني ده ينفع جوازا يتشال او يبقى موجود. نكتبه، نكتب النهاية تاني بشكل بلون مختلف اهو. ده معمول في قوس. ليه؟ لان ده ممكن يتشال جوازا، لكن امتى يبقى واجب ان هو يتحط؟ لو اليوتا دي بعدها حرف متحرك في كلمة تانية، لكن جوازا في الحالات الباقية ينفع تحطها ومحطهاش، يفضل حطها وريح دماغك. دي معناها كده هم او هن يكتبن او هم يكتبوا. ايه رأيكم نطبق حرف جديد؟ نطبق في فعل جديد من نفس المجموعة دي، وليكن مثلا ناخد فعل بابتيزوف يعني يعمد. بس طبعا مش كل واحد يعمد، دي كجرامر فعل مش كجرامر عقيد. عقيد اللي يعمد تاريخيا كان الأسقف، بعد كده بالنيابة بقى للقصوص والقمامسة. نحط الجدر، احنا عرفنا اللعب. باب تي بابتيز اهو، واحنا قلنا ان هما 6 ضماير بتقسموا. كده الجدر واحد في كل الست. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واحدة واحدة. الاولانية كده احنا هنضيف ايه؟ بابتي زو، انا اعمد. حلو. تانية انا عايز اقول انت او انتي تعمدي، ده لفظيا مش عقائديا يعني عشان نبقى فاهمين. فبضيف ايه؟ بابتيس، بضيف 3 حروف هنا، بين اوميجا بابتيس. الشرطة بتاعت الاوميجا اللي احنا باينين يعني النهاية، ده بابتيس ابسلون يوتا سيجما. يبقى انت تعمد او انت تعمدي. حلو. التالتة بقى بابتيس زي، بابتيس زي معناها مين اللي بيعمد؟ هنا هحط ايه؟ ابسلون يوتا. يبقى
هو يعمد أو هي تعمد. كلام جميل، كلام جميل. بعد كده عايزين نقول نحن نعمد بابتيزو مان، او مان. في حاجة غلط، في حاجة غلط، نفتكرها وناخد بالنا ونركز. احنا قلنا 4 حروف بس، نهاية 4 حروف، او مان. يبقى نحن نعمد، بس لان احنا بنتكلم عن نفسينا فبتبقى الترجمة واحدة بس. بابتيز عايزين نقول انتم او انتن، تعمدن او تعمدون، ولا ازاي؟ بابتيز ستي، بابتيز ستي، بابتيز ستي، يعني انتم تعمدون او انتن تعمدن. ماشي. عايزين بعد كده نقول هم يعمدنا او هن يعمدن، نقولها ازاي؟ دي النهاية الكبيرة شوية اللي فيها اوميجا، ولا ده اوميكرون؟ اوميكرون صح كده، اوميكرون، يبسلون، سيجما، يوتا، ني اللي احنا قلنا جوازا بتتحط او تتشال، بس تبقى اكبر في حالة لو متحرك. يبقى بابتيو، بابتي زو سين، بابتي زو سين، بابتي زو سين. نقسم النطق واحنا نعرف بسهولة جدا نحفظ اليوناني ونفهم معناه صح صح. يبقى هم يعمدون او هن يعمدنا. سهلة. بابتيزو انا اعم، بابتيز ايس انت تعمد او انت تعمدين او تعمدي، بابتيز هو يعمد او هي تعمد، بابتيز زومان يعني نحن نعمد، بابتيز تي انتم تعمدون او انتن تعمدن، بابتيزو سين هم يعمدون او هن يعمدن. وناخد بالنا احنا بنقول الفعل ده مش على على قبيل العقيدة، ده فكرة تصريف القاعدة نفسها في الفعل البسيط في اللغة اليونانية في اللفظ القديم للأقباط الأرثوذكس. ونقابلكم في الحلقة الجاية مع جزء جديد من اللغة اليونانية عشان نفهمها صح، نعرف نتعامل معاها صح، ونعرف نحلل النصوص صح. نقابلكم في الحلقات الجاية. شكرا.